أول رد أولي أو فعلي من جانب واشنطن على إعلان كتائب حزب الله إيقاف التصعيد ضد القوات الأمريكية، يعني قالت إنها تبحث عن أفعال وليست أقوال، ماذا يفهم من ذلك؟ أولا يفهم من ذلك أن يكون هناك التزام حقيقي بعدم التعرض للقوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق. ثانيا أن يكون هناك تحركات لهذه الجماعات في إطار الدولة العراقية وليس في إطار الائتمار بأوامر طهران. هل هذا سيحدث؟ أنا لا أعتقد على المستوى الشخصي، وسيكون ساذجا في الإدارة الأمريكية من يعتقد أن هذا سيحدث. ما نشاهده اليوم من تصريحات من قبل هذه الأذرع لإيران بالوكالة في الداخل العراقي أو في أي مكان آخر، إنما هي محاولات لذر الرماد في العيون، لإرسال رسالة يعني تخديرية للجانب الأمريكي. ولكن ستستمر في طبعا هذه الجماعات في محاولاتها يعني استهداف القوات الأمريكية، لأن لديها هدف هو إخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا هدف موجود أصلا قبل حرب غزة التي يتذرعون بها بأنهم يعني يقومون بضرب المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية بسبب الحرب في غزة إلى آخره، لكن هناك هدف رئيسي لها، بالإضافة إلى أنها جماعات لا يعني لا تأتمر بأوامر الحكومة العراقية ولا الجيش العراقي. فإذا ما صدقت واشنطن هذه الأمور يجب أن تكون مرتبطة بالواقع، والواقع هو الذي تحدثت.